أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية التي نخصصها وتخصصها الميادين للتطورات التي يشهدها السودان. إذن أسبوع ثالث من المعارك في السودان، ولا يبدو أن أصوات القذائف والرصاص ستختفي قريبا رغم الإعلان عن هدن لوقف إطلاق النار. اقتتال داخلي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يلقي بتبعاته بشكل أساسي على المدنيين، المدنيون الذين يحاولون الفرار أو يعاني من قرر البقاء منهم من أزمات شاملة مع انقطاع المياه والكهرباء ونقص الغذاء. وفي غضون ذلك، حذر رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك من أن النزاع في السودان قد يتفاقم إلى إحدى أسوأ الحروب الأهلية في العالم في حال لم يتم وضع حد لها. حمدوك قال: إذا كان السودان سيصل إلى نقطة حرب أهلية حقيقية، فإن سوريا واليمن وليبيا ستكون مجرد مبارزات صغيرة، وأعرب عن اعتقاده بأن ذلك سيشكل كابوسا للعالم وستكون له تداعيات كبيرة. ورأى كذلك حمدوك أن النزاع الحالي حرب لا معنى لها بين جيشين، مؤكدا أن لا أحد سيخرج منها منتصرا، ولهذا يجب أن تتوقف. إذن نرحب في هذه التغطية بضيوفنا. انضم إلينا الآن السيد عباس حسن أحمد، عضو هيئة القيادة بالجبهة الوطنية العريضة من لندن. نرحب بحضرتك سيد عباس، كما نرحب بلواء الدكتور أمين إسماعيل مجذوب، خبير في إدارة الأزمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية من الخرطوم. نرحب بحضرتك اللواء الدكتور أمين، ونبدأ مع حضرتك أيضا لنسأل، بما أن حضرتك تتواجد في الخرطوم، الأوضاع اليوم في الخرطوم كيف تبدو؟ مساء الخير، مرحبا بك ومرحبا بالساده المشاهدين. حقيقه الاوضاع الان على الارض، تقوم القوات المسلحه بعمليات مطارده وتطهير لولايه الخرطوم، خاصه في المناطق اللي كانت في شرق النيل وجنوب الدرمان. واضح انه قوات الدعم السريع الان تحاول الاحتماء بالمناطق السكنيه وتدخل الى مناطق الاسواق لتكمله احتياجاتها لقله الانزال. ولذلك تم انزال مزيد من القوات الى الشوارع، والاستعانه ايضا بقوات الشرطه لضبط الامن من المتفلتين وعمليات السلب والنهب التي برزت في الاونه الاخيره. ياتي هذا التطور في ظل هدنه لم تلتزم بها قوات الدعم السريع منذ الامس، وبالتالي كان لابد من حسم مساله الاحتماء بالمناطق السكنيه حتى لا تحدث خسائر في القطاع السكني بالنسبه للمواطنين، وايضا لفتح ممرات انسانيه لتغطيه الحاجات الانسانيه للمواطنين الذين باتوا اسرى لاحتياجات طبيه وغذائيه. طيب، هذا في الخرطوم، يعني نحن في الخرطوم لازلنا نتحدث عن جيوب وإن كانت قليلة بالنسبة لقوات الدعم السريع، هذا ما نفهمه من حضرتك، وأيضا تجري ملاحقتهم من قبل قوات الجيش السوداني. نعم، هنالك مجموعات متفرغة من قوات الدعم السريع لا زالت تتحرك في مجموعة مركبات صغيرة تفقد القيادة والسيطرة والتوجيهات من رئاساتها، وهذا واضح من عمليات ترك المركبات احيانا والهروب بملابس مدنيه، واحيانا الدخول في صراعات بدون نتائج باعتبار انه لا اهداف في تواجدها في مناطق طرفيه وسكنيه. هذا هو الموقف الان، والقوات المسلحه تعمل على تامين المواطنين في المناطق المختلفه. طيب، في الخرطوم هذا الوضع، ماذا عن المناطق الاخرى تحديدا في دارفور؟ كيف يبدو الوضع؟ كل ولايات دارفور هذه عدا منطقة الجنينة، كان هناك صراع قبلي تطور من هجمات الدعم السريع على المناطق العسكرية، وبالتالي انحازت القبائل الموجودة لأبنائهم في القوات النظامية، وبالتالي لمدة 4 أيام كان هنالك صراع قبلي اليوم قامت لجنة الأمن في ولاية غرب دارفور في منطقة الجنينة بالفصل من القوات بالاستعانه بقوات مشتركه من القوات المسلحه وقوات الحركات الموجوده في هذه المناطق، وبالتالي يمكن ان نتحدث ان الصراع ما زال في ولايه الخرطوم ولم ينتقل الى الان فعليا الى ولايات دارفور.
طيب ابقى معنا لو سمحت حضرة اللواء الدكتور. نذهب إلى السيد عباس حسن أحمد، عضو هيئة القيادة بالجبهة الوطنية العريضة. نرحب بحضرتك سيد عباس. تساؤل الأبرز المطروح اليوم هو أين المكونات المدنية، أين الأحزاب السياسية، أين الأطراف المدنية، كل الأطراف المدنية والسياسية الأخرى من هذا الصراع على الساحة السودانية؟ هناك من يحمل هذه الأطراف مسؤولية في جزء كبير منها بالوصول إلى هذا الحال، وبالتالي كيف تقيمون الوضع وأين دور المكونات المدنية والأحزاب السياسية؟ السلام عليكم. التحية لشهداء الثورة السودانية، التحية للثوار والكندكة داخل وخارج السودان، ومرحب بكل مشاهديكم. حقيقة يعني أنت تسأل عن دور المكون المدني. نعم. ودعيني هنا أبدأ لك بموقفنا نحن في الجبهة الوطنية العريضة. نحن أصدرنا بيان وفي عدد كبير من مقابلاتنا، ودائما يعني نعلن عن موقفنا الواضح، وهو عدم الانحياز لأي طرف في هذه الحرب العبثية والحرب اللا أخلاقية، ولأن هذه الحرب ليست لها علاقة بالشعب السوداني وهي لا تحمل أي أجندة وطنية. هذه حرب بين جنرالات الدم. البرهان قاتل ومجرم، ومعه يعني حاضنته السياسية الإسلاموية. حميتي قاتل ومجرم ومعه حاضنته السياسية والقبلية. فنحن نربط بأنفسنا من هذا من هذا الحرب، من هذه الحرب العبثية وهذا الصراع يعني الدامي، والذي لا يخص الوطن في شيء ولا يخص الشعب السوداني في شيء. نحن هذا هو موقفنا بوضوح شديد، أن نعلن انحيازنا فقط للشعب السوداني، وما يهمنا نكرر هذا، ما يهمنا الآن هو حماية الشعب السوداني. كيف؟ من رصاص هؤلاء القتلى. عفوا سيد عباس، كيف اليوم مهمتكم حماية الشعب السوداني من الرصاص؟ كيف ستحمون الشعب السوداني من الرصاص اليوم في هذه اللحظات؟ ما هو دوركم؟ والله طبعا يعني القوتين يعني الان يخوضون حرب شوارع، والقوتين يعني لديهم اسلحه ثقيله، وهذه الاسلحه الثقيله يعني لا يمكن ان توجه في رصاص على 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 المواطنين. نحن تعودنا منذ ان استولت الجبهه الاسلاميه القوميه في على السلطه في العام 1989 ان توجه رصاصها الى المواطنين مباشره، وهذا حدث يحدث يوميا بشكل يومي في جميع انحاء السودان منذ العام 1989 وحتى اليوم. تطور وبقى الموضوع ملاحظ جدا وبقى دوكيومنتد باي فيديوز، يعني بعد ثوره في ثوره في هذه الثوره الحاليه التي بدات في 19 ديسمبر 2000 او 13 ديسمبر 2019. يعني الآن الفيديوهات موجودة في السوشيال ميديا تعج باللقطات المروعة، كيف أنه النظام استخدم أسلحة ثقيلة ضد المواطنين، وشاهدنا عدد كبير جدا من الثوار عند يعني يضرب بالرصاص ويتفرتك جسمه أو يتفرتك رأسه كله يعني. وطبعا دي فيها مخالفة كبيرة جدا للقوانين الإنسانية والأخلاقية والدولية، حتى قانون القوات المسلحة السوداني نفسه لا يسمح بذلك، وقانون والدستور السوداني والقانون الجنائي. هذا ما تعودنا عليه. نحن الآن نرى أن الطريق الوحيدة لحماية المواطن السوداني هو الآن الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن والسلم في العالم هو مجلس الأمن الدولي. ولأننا نحن شعب أعزل، ولأننا نحن مدنيون وديمقراطيون ولا نؤمن بالسلاح ولا نؤمن بالحرب، وندعو لوقف هذه الحرب. ليس لدينا سلاح. الشعب السوداني ظل يعني في الشارع منذ 2019 لأربع سنوات متواصلة. الشعب لا يعني شعاره السلمية، لم يحمل لا حجر ولا سلاح ولا رصاص. يقاتل من اجل الدوله المدنيه الديمقراطيه بسلميه تامه وكامله، وهذه رساله لكل العالم بان السلميه هي السلاح الامضى والانجع والاقوى في تحقيق يعني ما نصبو اليه من ديمقراطيه ودوله مدنيه. طيب ابقى معنا لو سمحت سيد. نحن كسياسيين نعم. باختصار يعني لا نريد اي تدخل دولي من قبل الدول، ولكن واجب مجلس الامن ان يحمي المواطن السوداني اليوم. مجلس الأمن الدولي هو من واجبه أن يحمي المواطن من رصاص هؤلاء المجرمين والقتلة، لأنه نحن شعب عازل وشعب مسالم وشعب سلمي،
وليس لدينا الرصاص. فهذه هي الطريقة الوحيدة. نناشد بحماية المواطنين السودانيين بالطريقة، نحن لا نريد أي دخل دولي، لكن قد يقف أحدهم ويتحدث ويدين هذا الموضوع فيما خاص تدليل هذه الأزمة، عفوا سيد عباس، ويعارض أو يناهض أو ينتقد تدويل الأزمة واللجوء إلى مجلس الأمن الدولي وتبعات ذلك، وسنتحدث عن ذلك بشكل كبير ومفصل معك، لكن ابقى معنا عفوا سيد عباس. نذهب إلى الدكتور صلاح الدومة، مدير معهد الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية في جامعة أم درمان الإسلامية من الخرطوم، أيضا يتحدث إلينا. نرحب بحضرتك دكتور صلاح، ونسأل عن اليوم مآلات هذه الأزمة وهذا الصراع. اليوم نتحدث عن صراع ما بين قوتين عسكريتين في السودان، لكن يبدو أنها أحدثت شرخا كبيرا، إن كان بين المكون المدني والأطراف السياسية من جهة وهذه المكونات العسكرية، أو إن كان بين المكونات كل على حدة فيما بينها كطرف آخر أو بمشهد آخر. وبالتالي ما هي مآلات هذه الأزمة أقل على الصعيد الداخلي أو في صورة داخلية؟ نرحب بكم، ونقول ابتداء هو الصراع الآن يعني بين قوات الدعم السريع من جهة، والتي أنشأتها يعني حزب المؤتمر الوطني المنحل، وبين الفلول والدولة العميقة والعناصر المؤتمر الوطني الموجودين داخل القوات المسلحة، ومصرين على أن يستمروا في القتال رغم أنه نتائج المعارك ليست في صالحهم، والسيطرة في العاصمة يعني عاجزين تماما عن أن يسيطروا عليه، وأعداد كبيرة من ضباط القوات المسلحة وأفراد وضباط الصف يعني تخلوا عنهم، وفي جزء منهم أعلن انضمامه إلى الدعم السريع ويصرون في بالمكابرة والمزايدة أن يستمروا في القتال، وهذا القتال يعطل دولاب الدولة ويعطل يعني تتخيلي أنه في هذه الظروف لا يوجد بنك يعني يفتح أبوابه، ولا طرمبات الوقود والصيدليات قليل منها تفتح، وبعد ده الدواء الموجود داخل الصيدليه بدا ينفد، ولا يعني تعويض من المخازن او من المصانع لهذه الصيدليات. المستشفيات اكثر من الثلثين خرجت عن الخدمه، يعني وضع مأساوي 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 لاقصى درجه. المصانع ومطاحن الدقيق تم نهبها وهي اصلا عطلانه، يعني إذا الأفران التي تنتج الخبز يعني في وفقا لما هو موجود في مخازنها فقط، وهي مخازن يعني قد تمول الطابونة أو الفرن لمدة أسبوع بالأقصى حاجة، ثم بعد ذلك كله ينفد ولا تعويض. فالصراع الآن، وللعلم يعلم الجميع أنه البرهان مسلوب الإرادة ولا قرار له ولا حول ولا قوة له، والعناصر الحركة الإسلامية الموجودة داخل الجيش وبالتحديد الاستخبارات العسكرية هم الذين يقررون كل شيء، وأكثر من 5 أو 6 مواقف يصدر البرهان قرار أو كلام وهم يعملوا في الاتجاه المضاد، ولا يستطيع أن يحاسب أحد ولا يعاقب أحد ولا يستطيع أن ينفذ ما يقول. ولذلك يعني هذا الغياب للقيادة أو وجود لقيادة مختطفة لقرار الجيش وقرار الحكومة الانقلابية يعني ينعكس سلبا على المواطن. والآن يعني كثير ما نسمع أنه البرهان أبدى مرونة وموافقة لمقابلة ممثل عن قوات الدعم السريع بالضبط دعم السريع، إلا أنه قيادة الاستخبارات العسكرية والإعلام إعلام القوات المسلحة يقول كلام غير ذلك ويمشي في اتجاه آخر، ويصرون على القتال
مع انه كما ذكرت يعني نتائج المعارك ليست في صالحهم، والقوات المسلحه يعني هم تخلوا عنهم، و يعني في انهزام داخلي، والكل عرف ان هذه المعركه هي معركه الفلول والمؤتمر الوطني والدوله العميقه وليس معركه القوات المسلحه. وثالثا يعني الكثير من الناس يقولون لقادة هذه المجموعات التي مختطفة لقرار القوات المسلحة أنكم تستطيعون تحققوا أهدافكم بالاتفاقية. أنت يعني تريد بدون الحرب، أنت من تريدون أن يستسلم الدعم السريع. هذا الدعم السريع ممكن يوقع اتفاقية يقدم بضمانات دولية، يقدم كل ما تريدونه. فلماذا أنتم ترفضون القتال؟ لماذا تصرون على أنه يعني تسحقوه بالقوة المسلحة وأنكم مع أنكم عاجزون عن ذلك وتعلموا أنكم عاجزون؟ ولكن المصيبة يعني هذا الحزب منذ 34 عام بني على المكابرة، ويقال في الكتب أنه جوهر الكفر عناد. هذه المخلوقات يعني مصممة على العناد الأجوف الذي لا يوصل إلى نتيجة. لكن سيد عفوا دكتور صلاح، دكتور صلاح، هناك من يقول حيال هذا الحديث الذي تتحدث عنه وتحميل المسؤولية إلى فلول النظام السابق بحسب ما تسميها بأنه تضخيم لدور فلول النظام السابق، وبأنه على مدار حتى اليوم نحن نتحدث عن 4 سنوات أو 3 سنوات ونيف من هذه الثورة، كان هناك وجود للمكونات المدنية، أيضا بعض الدور الفاعل لبعض الأحزاب السياسية، وبالتالي استطاعت أن تلعب دور في ما خص المشهد ككل. يسأل اليوم عن دور هذه المكونات، لماذا لا يتم أيضا تحميل المسؤولية لها بما آلت إليه الأوضاع، وأيضا لماذا يتم وضع فلول النظام السابق في الواجهة دائما كشماعة لتحميل المسؤولية عليها، وبالتالي ألا تتحمل جزء كبير من هذا الصراع اليوم بعض المكونات السياسية وبعض الأحزاب، بعض المكونات المدنية عفوا، بعض الأحزاب السياسية؟ اساسا يعني اللجنه الامنيه التي لاحقا اصبحت المكون العسكري، اللجنه الامنيه لنظام عمر البشير هو نفسه المكون العسكري، وهو مهيمن على كل شيء. وكما قال رئيس الوزراء الاسبق حمدوك، انا مسيطر على 15% فقط من السلطه والاقتصاد للسودان، و85% بيد المكون العسكري الذي أريد أن أكرر هو امتداد للجنة الأمنية وهو امتداد للنظام السابق. فأصلا هذه القوى المدنية لم تستولي أصلا على السلطة، يعني يتم تحويل السلطة لها، ومع ذلك تم تحقيق كثير من الإنجازات. ومتفق أنه يقضي هؤلاء العسكريون اللي بيمثلوا المجلس المكون العسكري، وكما ذكرت هو امتداد للجنة الأمنية للنظام السابق، اتفق أنه يقضه ديل 21 شهر في رئاسة المجلس السيادي، ثم يأتي بعد ذلك المدنيين 18 شهر. أول من اكتمل 21 شهر قاموا بانقلاب 25 أكتوبر 2021، وقلبوا الموازين مرة أخرى، وأعادوا كل الذين تم فصلهم من خلال لجنة تفكيك النظام 89، تم إعادة كل فلول المؤتمر الوطني والدولة العميقة لكل مراكز الدولة بما في ذلك القوات النظامية. وفي انقلاب 15 أبريل الماضي تم إطلاق سراح كل المعتقلين بصورة دراماتيكية واضحة معروفة للعيان، يعني مسرحية ساذجة وواضحة أنه يعني أعادوا الفلول 100% كما كان. فأصلا هذه القوى المدنية والأحزاب السياسية والمكونات الثورة وقوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي أصلا هي ما استولت السلطة. طيب. ما لم تستلم السلطة، استلمت 15% فقط. طيب ابقى معنا، لا نستطيع أن نلومها. طيب ابقى معنا لو سمحت. أن نلوم سيد صلاح. نعم، من حقنا أن نلوم الفلول. نعم، ابقى معنا لو سمحت سيد صلاح. نعود إلى اللواء الدكتور
إسماعيل أو أمين إسماعيل مجذوب. دكتور أمين، اليوم تحدث الدكتور صلاح عن أنه هناك نوع من عجز للقوات المسلحة في السيطرة على الخرطوم، هل يبدو الوضع كذلك؟ وفي حال كان كذلك، نحن أمام أي خطورة نتحدث عنها؟ يبدو أنه انقطع الاتصال مع الدكتور أمين. نعود إلى السيد عباس حسن أحمد ونعود ترحيب بحضرتك. سيد عباس، صرحت منذ قليل بضرورة الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، وبالتالي أيضا هل تطرحون أن يكون السودان تحت البند السابع؟ أنا قلت لك بأن هذا الخيار طبعا غير محبس تماما، وهذا هو خيار صعب جدا. نعم. ويعني ما في مواطن سوداني عادي بيتمنى ان تحدث هذه الخطوه، ولكن هذا هو عنق الزجاجه الذي حشرنا فيه البرهان وزمرته وفلول النظام البائد وحميدتي وقواته. هذا هو عنق الزجاجه. اذا ما هو المخرج؟ المخرج يعني ما في الان جهه في العالم كله مسؤوله ومناط بها حمايه الشعب السوداني غير مجلس الامن الدولي وغير الامم المتحده، باعتبار ان السودان عضو في الامم المتحده، لانه نحن كمواطنين سودانيين لا نريد ان نتسلح. اذا تسلح المواطن السوداني طيب، وهذا ما عفوا سيد عباس، لماذا لا يكون الخيار والحل بالدعوه الى التفاوض؟ وأيضا حضرتكم كمكونات مدنية وأيضا كتيارات سياسية، لماذا لا تدفعون نحو التفاوض كخيار ربما أقل ضررا من اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي؟ وتابعنا ونحن نعرف التجارب التي لجأت إلى مجلس الأمن الدولي وكيف كان مآلات هذه الدول، حتى اليوم ربما الأزمات مستمرة فيها. وبالتالي لماذا لا يكون الخيار باتجاه الضغط أنتم كمكونات مدنية كأحزاب سياسية كتيارات سياسية بالذهاب إلى التفاوض اليوم؟ طيب، كل التجارب او غالب التجارب بتاعت الدول التدخل الدولي سيئه للغايه، سيئه للغايه. كويس، ولكن التجارب مختلفه. انا لا ادعو الى تدخل الدول. اذا تدخلت الدول فهذه هي المشكله. مثلا اذا تدخلت امريكا كويس كدوله، هذه مشكله كبيره جدا. انا ذكرت تدخل الاممي، يعني تدخل الاممي، تجارب التدخل الاممي تحت البند السابع كانت سيئه جدا. التدخل الأممي هو أفضل كثير جدا من التدخل الدولي، لأن الدول تتدخل لصالح أطراف محددة حسب مصالحها هي. ولكن نرفض هذا التوجه تماما، طبعا نرفض تدخل أي دولة كويس، ولكن التدخل الأممي يتم وفقا لقوانين القانون الدولي للإنسان وقوانين الأمم المتحدة التي تراعي حقوق الإنسان والتي تراعي حقوق هذه الدول، وهو أيضا هو خيار غير محبذ. ولكن نحن لا نريد أن نلجأ، هنالك محاولات لجر المواطن السوداني لحمل السلاح، وإذا حمل المواطن السوداني سلاح للدفاع عن نفسه سيحترق السودان ولن يكون هناك سودان. فلذلك من الأفضل أن حتى التدخل مجلس الأمن الدولي ما بيتدخل بالسلاح مباشرة. هناك عدة إجراءات يتبعها، المادة 39 والمادة 40 والمادة 41 والمادة 42، كل هذه المواد يعني يقدم مناشدات ويحاول تهدئة الأوضاع ويقدم مناشدات للأطراف. أما خيار التفاوض نعم. هو خيار أسوأ من خيار التدخل الدولي. طيب، سنتحدث لماذا في هذه الجزئية، لماذا، وسنفسر هذا الموضوع من وجهة نظر حضرتك. لكن انضم إلينا الآن السيد الطاهر الساتي، رئيس تحرير صحيفة اليوم التالي من الخرطوم. نرحب بحضرتك سيد الطاهر الساتي. ربما استمعت معنا إلى السيد عباس حسن أحمد، عضو هيئة القيادة بالجبهة الوطنية العريضة، يحدثنا من لندن ويقول بأنه ربما اليوم أفضل الخيارات على سوئها الذهاب أو الاتجاه إلى مجلس الأمن الدولي. كيف تقيمون هذا الموقف أو هذه الدعوة؟ السلام عليكم وعلى المشاهدين وعلى الضيوف الكرام. سيد عباس للأسف يتحدث من لندن وهو بعيد عن الواقع الذي نعيشه الآن. أنا الآن أحدثك على بعد كيلومترات من القيادة العامة. نعم. وبين الحين والآخر أسمع وأرى الاشتباكات وذوي المدافع. الواقع في الأرض يختلف تماما عما ذكره الإخوة من لندن وغيره. الآن كما تعلمين السودان 5-6 أقاليم، 18 ولاية. الآن المعارك الاشتباكات المباشرة في ولايتين فقط، في غرب دارفور الجنينة تحديدا، وفي الخرطوم
وحتى في الخرطوم 7 محليات الآن الاشتباكات في محلية واحدة اللي هي محلية وسط الخرطوم، والمحليات الأخرى بحري ومدرمان هي عبارة عن مجموعات جيوب للميليشيا متفلتة وساعية لبحث عن الملاذ أو الطعام أو الشراب، ولكن ليست هي القوة، لم تعد قوة فاعلة على الأرض مثل القوة التي موجودة في محيط القيادة، هي القوة الوحيدة الفاعلة الآن على الأرض والتي تتعامل معها القوات المسلحة منذ الأمس في الخطة في خطتها في المرحلة الثانية اللي هي مرحلة التنشيط. وكان قد أصدر القوات المسلحة بيانا ذكر الأسبوع الماضي ذكرا أن المرحلة القادمة هي مرحلة التنشيط، اللي هي مرحلة تأمين المواطنين وهو المعروف عسكريا بمرحلة التنشيط وهي المرحلة الحاسمة والأخيرة. والدليل على ذلك الآن بدأت كتائب الشرطة تستلم المواقع الخالية والمحليات الخالية من الميليشيا في الخرطوم، وهي 5 محليات تقريبا يعرفونها جيدا، جبل أولياء وهمبدة وشرق النيل والثورات وغيرها من المحليات. الآن الاشتباكات منذ الأمس في بحري، في جزء من بحري حفاية تحديدا وجنوبا، وكذلك في أم درمان جنوب أم درمان. الواقع هنالك وقائع لا يستطيع أن ينكرها أحد. ميليشيا الدعم السريع كانت إحدى وحدات القوات المسلحة، كانت وحدة تابعة للقوات المسلحة، أسسها من يسمونهم بالكلون. هي لو كانت في هذه المعركة طرف إسلامي أو طرف فلولي فهو في هذه الميليشيا التي أسسها عمر البشير لحماية سلطته، وقال بالنصر، وكان ينادي حمايتي يلقبه بحمايتي، وكانت مهمة هذه الميليشيا هي حماية نظام البشير. ولذلك الحديث عن الإسلاميين والفلول شماعة مراد بها تغطية الفشل الراهن، فشل النخب السياسية الراهنة، وهي نخب كلها مسؤولة عنها يمينا ويسارا. هذه المعركة بين القوات المسلحة وإحدى فصائلها المتمردة عليها وعلى قانونها وعلى الدولة، هذه هي الحقيقة الوحيدة الثابتة. أول هدف المعلن من القوات المسلحة هي القضاء على التمرد كما يحدث في كل الدول. لا يحق لأي دولة ولا لأي جهة ولا لأي منظمة عالمية التدخل في الشأن الوطني، خاصة حين يكون الهدف هو القضاء على التمرد. بجوارنا دولة أثيوبيا شهدت منذ أشهر تمرد بعض فصائلها العسكرية وبعض قواتها وبعض قبائلها، ولكن الدولة الأثيوبية فرضت الأمن والسلام وقوتها دون أي تدخل خارجي. والسودان الآن قادر ونجح في الحد من خطورة هذه الميليشيات وفي اختزال المعركة الآن في محيط ضيق جدا، في مساحة جغرافية ضيقة جدا. الآن الميليشيا انحصرت في دائرة ضيقة جدا دون أي تدخل خارجي. السودان وشعبه وجيشه قادر تماما على معالجة هذه الأزمة وفق الأهداف المعلنة من قبل القوات المسلحة. هنالك إذا كان كثير من هي الدول التي أخلت رعاياها من ضمن الرعاية، للأسف من ضمن الرعاية التي تم إخلاؤهم قيادات بارزة في قوة الحرية والتغيير كانت في يوم من الأيام مسؤولة عن الشعب السوداني في مناصب رفيعة. وهذا ما نريد أن نسأل حضرتك عنه. هناك حديث كبير، هناك صور وفيديوهات. عندما استعلت المعركة لم يحتملوها مع الشعب السوداني. لجأوا إلى سفاراتهم وغادروا وتركوا خلفهم الشعب السوداني. يعني هذه الحرب أصبحت تكشف عن حاجات حقائق كثيرة للشعب السوداني. هذه الخبايا نريد سيد الطاهر أن نسأل عنها. نعم. هذه القيادات أيضا هناك من يتهمهم أو تتهم من يتهم هذه القيادات بأنها أيضا كان لها دور في تأجيج الموقف حتى الوصول إلى هذه اللحظة. لا شك في ذلك. الدعم السريع كان الحلف العسكري لقوى الحرية والتغيير، وصحيح هذه الميليشيات صنعها البشير، ولكن احتضنها وضخمتها قوى الحرية والتغيير واتخذتها حصان طروادة نحو السلطة، وهي التي ضخمتها بحيث تكون حتى حدثتها نفسها بأنها ممكن تكون بديل للقوات المسلحة.
وهم الذين حرضوا الميليشيا على الانقلاب وعلى الاعتداء على القوات المسلحه والحريه. وهذه الحرب احدى ثمرات الاتفاق الاطاري وبند التسريبات الامنيه تحديدا، والبند الذي ينص على عدم الدمج خلال 10 سنوات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني. لكن ايضا سؤال مطروح، بما انه يعني بحسب الصوره التي ظهرت من خلال بعض قيادات قوى الحريه والتغيير باللجوء الى السفارات وايضا يعني الاجلاء مع الرعايا الاجانب، هل من الممكن ان نطرح فرضيه اي ايادي خارجيه في هذه الازمه، اي اطراف خارجيه لعبت على وتر هذه الازمه؟ هم الان اثبتوا انهم خارج، هم في حد ذاتهم سودانيين عباره عن اجانب. لجأوا عندما شردت الماركة لجأوا إلى سفاراتهم ثم غادروا تحت سمع وبصر الشعب السوداني. والخارج قال ليس بالضرورة أن يكون الخارج أجنبية، ممكن أن يكون وطنيا في ثياب أجنبية أو وطنيا بنوايا أجنبية. وهذا ما حدث الآن في السودان. الكل الذين أججوا الحرب وكل الذين حرضوا حمايته وميليشياته على القوات المسلحة الآن غادروا السودان إلى أمريكا وإلى فرنسا وإلى كندا وإلى سويسرا وإلى غيرها من الدول بطائرات تلقوا الشعب السوداني يواجه مصيره. الشعب السوداني وجيشه قادر على 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 تجاوز هذه الأزمة. طيب استفادة من دروس المرحلة السابقة. بالفعل. سيد طاهر ابقى معنا لو سمحت. نعود إلى اللواء الدكتور أمين إسماعيل مجذوب. دكتور أمين. ألو. طيب نرحب بحضرتك من جديد دكتور أمين. كان انقطع الاتصال مع حضرتك، كان يتحدث لنا منذ قليل الدكتور صلاح دوما، ونريد من حضرتك أن تعقب على هذا الموضوع وتوصف لنا الوضع بالضبط، بأنه هناك عجز من قبل القوات المسلحة عن السيطرة على الخرطوم. بفعل ما كنا نتحدث عنه منذ قليل، البقاء يعني بقاء جيوب لقوات الدعم السريع داخل عاصمة الخرطوم. هل الموضوع بالضبط على ما هو عليه؟ هكذا هناك عجز من قبل القوات المسلحة في السيطرة على الخرطوم؟ مرة أخرى مساء الخير ومرحبا بحضرتك الكرام وبالسادة المشاهدين. هو ليس عجزي، هو في الحقيقة التركيز في العمليات وخوف على المدنيين لوجود عناصر من الدعم السريع داخل المناطق السكنية. تفضل دكتور أمين. هذه هي الحقيقة الآن، والقوات الآن تقوم بالمطاردة. طيب يعني نعتذر عن الاستمرار في انقطاع الاتصال مع السيد اللواء أمين إسماعيل مجذوب، إنما بسبب يعني أوضاع الاتصالات في السودان وكلنا نعلمها. سيد عباس حسن أحمد، أعود إلى حضرتك دكتور صلاح، أعود إلى حضرتك بالسؤال. أولا الطرح الذي طرحه السيد عباس حسن أحمد بالذهاب إلى مجلس الأمن الدولي أو الاحتكام إلى مجلس الأمن الدولي، ثانيا أيضا بما يطرحه السيد الطاهر الساتي حول تحمل بعض قيادات الحرية والتغيير المسؤولية فيما آلت إليه الأمور الآن، أيضا اللجوء إلى بعض السفارات وأن يتم إجلاؤهم مع الرعاية الأجانب إلى الخارج. هناك من يتحدث أيضا عن أنهم فتحوا منصات من الخارج بغية التحريض أكثر فيما خص الأوضاع في السودان. وبالتالي كيف نعقب على كل هذا الموضوع؟ ونبدأ بطرح مجلس الأمن الدولي. يبدو أنه دكتور صلاح أيضا انقطع الاتصال معه، سنحاول العودة إليه. سيد عباس معنا؟ نعم 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 معك. طيب سيد عباس، هل لدى حضرتك أي تعليق أو تعقيب على كلام السيد طاهر الساتي؟ طبعا طبعا أريد أن أعلق عليه. نعم. الأستاذ طاهر الساتي هو رجل صحفي. نعم. وهو محسوب على النظام السابق والكل يعرفه. أليس التهمة جاهزة عفوا سيد عباس؟ نعم. بأنه محسوب على النظام السابق أليس؟ نعم، هو أحد صحفيين النظام السابق، أحد صحفيين البشير، هو أحد أبواب النظام السابق، وكتاباته تدل على ذلك. وهو خريج صحيفة ألوان، دربه الأستاذ حسين خوجري الإسلامي المعروف، الصحفي الإسلامي المعروف، هو أحد تلاميذ حسين خوجري، أحد تلاميذ المدرسة الإسلاموية. فدعينا عن هذا، أنا لا أريد أن
ان اخوض في شخص الى شخصيه القضايا، ولكن هذه هي خلفيته. ونحن في الجبهه الوطنيه العريضه اعددنا قانون لمحاسبه ومعاقبه الفساد السياسي والاقتصادي والاعلامي، وسنحاسب جميع الصحفيين والاعلاميين الذين كانوا يساندون النظام ضد الشعب السوداني في حمله قتل الشعب السوداني وتجهيل الشعب السوداني وافقار الشعب السوداني. طيب. عندما تعود لنا دولتنا المدنيه الديمقراطيه سنعمل على تفعيل وان شاء الله هذه القوانين ضد كل من ساهم في تعذيب شعبنا بالقلم او بالرصاص، والكلمه هي اقوى من الرصاصه. طيب هذا في الشق، لكن الشق الاخر عفوا سيدته سيد عباس الذي طرحه فيما خص بعض قيادات الحريه والتغيير تحميل المسؤوليه، وهذا واقع. يعني هناك بعض قيادات الحريه والتغيير تم اجلائها مع بعض السفارات، من قبل بعض السفارات تحديدا السفاره الفرنسيه والسفاره البريطانيه، تم اجلائها الى الخارج وهي الان يعني تفعل عملها في الخارج. ايضا هناك اتهامات لها بانها اججت فيما خص هذا الصراع وكان لها دور، وبالتالي كيف تعقبون على هذا الكلام؟ نعم هناك اكثر من نقطه. اولا قوى الحريه والتغيير هو اكثر كيان اضر بالثوره السودانيه، وكان اضعف كيان، وكانوا قاداته شباب لا يحملون صفات رجال الدولة، وليس لديهم الخبرة السياسية والإدارية في التعامل مع النظام السابق ومع فلول النظام السابق. لذلك هذا الكيان هو أكثر كيان أضر بالثورة السودانية، وهم حقيقة قيادات قوى الحرية والتغيير كثير منهم كانوا يتعاملون وتعاملون مع النظام السابق، وكانوا ليس لهم مشكلة في التعاون مع والتعايش مع النظام السابق، وكانوا يدعون الانتخابات 2020، وكانوا هم اختطفوا الثورة، وجزء منهم في ديسمبر 2018 كانوا يفاوض نظام البشير عندما الثورة السودانية كانت مشتعلة، كانوا يفاوضوا نظام البشير في أديس أبابا. هذه حقيقة واقعة، هم اختطفوا الثورة السودانية لتحقيق مصالحهم ومآربهم الشخصية. هذا هو نحن وقفنا من قول الحرية والتغيير، ونحن في الجبهة الوطنية العريضة اتهمناهم بالخيانة، وهم فعلا خونة لأنهم جابوا وثيقة دستورية ضعيفة جدا، والاتفاق الإطاري الآن الذين كانوا يريدون أن يوقعونه هو أسوأ من الوثيقة الدستورية نفسها. لكن دعيني أعود إليك أيضا إلى ما ذكره الأخ الطاهر ساتي بخصوص الحرب الحالية الآن. الطاهر ساتي ذكر لك مدينة الحلفاية، أنا من مدينة حلفاية الملوك، والآن الحرب تدور هناك أو بالقرب في محيط المدينة، وأنا قد قمت بإخلاء منزل الأسرة في المدينة لأنه هنالك خطورة عالية جدا. صحيح ونعلم بالضرورة أن القتال طيب، يبدو أنه أيضا انقطع الاتصال مع السيد عباس. دكتور صلاح دوما تسمعني؟ دكتور صلاح؟ أيوة نعم. طيب دكتور صلاح، كنا نسأل منذ قليل ربما حضرتك استمعت إلى كلام السيد الطاهر الساتي، أيضا الطرح الذي طرحه السيد عباس حسن منذ قليل حول اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي والاحتكام إلى مجلس الأمن الدولي، برغم من سوء هذا الخيار إلا أنه الخيار الأكثر مناسبة أو الذي يناسب بالأكثر اليوم الوضع في السودان. حول هذا الطرح كيف تعقبون، كيف تعلقون؟ أيضا كلام السيد الطاهر الساتي حول تحميل، وأيضا شاركه فيه السيد عباس حسن، تحميل قوى الحرية والتغيير المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع اليوم في السودان، وأيضا السيد عباس حسن كان يقول بأنها كانت متعاونة فيما سبق وكانت تحاول التفاوض عام 2019 باندلاع الثورة في السودان مع النظام السابق، وأيضا هي تتحمل مسؤولية كبيرة فيما آلت إليه الأوضاع. في شقين، كيف تعقبون؟ اولا بالنسبه انا لم اسمع يعني احاديث المتحدثين كلهم لانه الاتصال انقطع الاتصال. ولكن بالنسبه لخيار التدويل وتفعيل البند السابع، يعني انا اقول هو يعني ضروره، يعني في الظروف الصعبه يعني يجوز اكل الميته، هو خيار سيء، ولكن في ظل تعنت المجموعة الإسلامية التي اختطفت القوات المسلحة وقرارات القوات المسلحة حتى من البرهان، مصرة على مواصلة القتال مع العجز التام عن تحقيق نتائج حقيقية في الميدان، ويكون البند السابع يعني خيار المضطر ومكرها أخاك ولا بطل، لا نختاره ولكن أجبرنا عليه.
يعني اقل الخيارات او يعني ما هو متاح فقط هو واحد فقط. لكن خيار التفاوض ايضا لا زال متاح، هناك دول تلعب او تتحرك عفوا على خط هذه المفاوضات، دول اقليميه وازنه وايضا بعض دول الغرب التي ربما تبعث اشارات على ضروره التحرك باتجاه التفاوض. لماذا نعتبر او حضرتك تعتبر انه خيار البند السابع ومجلس الامن الدولي هو خيار وحيد متاح؟ لماذا لا نذهب الى خيار التفاوض؟ وحضرتك ذكرت منذ قليل بانه البرهان ابدى استعداد للتفاوض. ولكن البرهان لا حول له ولا قوه ولا يعني مسلوب الإرادة ولا يستطيع أن يتخذ القرار. الذين يتخذون القرار الشريحة من الإسلاميين الموجودين داخل القوات المسلحة وبالتحديد مركزين داخل الاستخبارات العسكرية والإعلام الحربي هم الذين يتخذون القرار وهم المصرين على القتال، ويعني تشعر أنه في إشارات في اتجاهات مختلفة، البرهان يقول شيء وهم يقولون شيء آخر. ومنذ اندلاع هذه الأزمة أو بوادر هذه الأزمة إلى اندلاعها إلى الآن، أنا يعني حصرت أكثر 6 أو 5 مواقف البرهان يقول أمر هم يقولون أمرا غير ذلك، وكلامهم هو الذي ينفذ وكلام البرهان هو الذي يعطل. فلذلك إذا استمر هذا التعنت وهذه المكابرة وهذا التسويف والمماحقة والمماطلة واللكلكة واللولوة واللف والدوران، إذا خيار البند السابع يعني هو الخيار لا خيار له، يعني الخيار الغير متوفر غيره، المتوفر فقط هو في ظل هذا. أما بالنسبة لمسؤولية يعني قوى إعلان الحرية والتغيير وكل ما قيل عن الحرية والتغيير، أنا قلت في بداية هذا اللقاء وأكرره الآن، أساسا عندما يعني حدث في 11 أبريل 2019 وتنحيد عمر البشير واعتقاله، ظهر المكون العسكري، والمكون العسكري هو أساسا نفس اللجنة الأمنية لنظام عمر البشير. وهذا النظام اتفق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على اقتسام السلطة بموجب الوثيقة الدستورية 21 شهر للعسكريين 18 شهر للمدنيين. يبدأ العسكريين في الأول وبدأوا فعلا في ظل فترتهم. السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ذكر انه هو يستولي على 15% فقط من المقدرات ومن القرارات ومن تسيير العمل في الدوله، 85% يقوم به المجلس العسكري ويعطل ما يشاء ويمرر ما يشاء. حتى الناس هاجد وماجد وكتبت الكلام كثير جدا وقالوا في الاعلام قول يعني عنيف جدا، إلى أن استمر هذا الحال في 25 أكتوبر 2021 نهاية فترة حكم أو رئاسة العسكريين بالمجلس السيادي، وبداية المفروض كان يكون بداية 18 شهر للمدنيين لكي يرأسوا المجلس السيادة. ولكن هذه اللجنة الأمنية بقيادة البرهان والفلول والمؤتمر الوطني الدولة العميقة قاموا بانقلاب 25 أكتوبر المشؤوم وأعادوا النظام السابق كما هو، وكل المفصلين الذين تم فصلهم من قبل لجنة تفكيك النظام 89 كلهم تم إعادتهم، ومرة أخرى استبيحت الخزن أو المالية العامة للدولة، ويعني أعيد نفس المسخرة ونفس الأساليب القبيحة ونفس اللا دولة ونفس العقلية بتاع إدارة الدولة كأنهم يديرون اتحاد طلاب، نفس العقلية استمرت مرة أخرى. وقمة هذه المسخرة كان يوم 15 أبريل
2023 اللي هو الاندلاع. وبهذه المناسبة قلت أكثر من مرة وأكرر الآن أن الحرب بدأها الإسلاميون أو المتأسلمون بقيادة شمس الدين كباشي وآخرون من خلف البرهان ودون علمه. مشوا هاجموا معسكر للدعم السريع الساعة 8:35 أي قبل ساعة و25 دقيقة من اجتماع البرهان وحميدتي للوصول إلى اتفاق. فهم ذهبوا وقطعوا الطريق أمام هذا الاتفاق ووضعوا البرهان أمام الأمر الواقع ووضعوا القوات المسلحة كلها أمام الأمر الواقع. لكن عاد واجتمع في بعد ساعة وخمسة وأربعين دقيقة بحسب ما حضرتك تحدث أو تحدد الوقت، عاد واجتمع البرهان وحميدتي، لماذا لم يتفقوا؟ ولماذا اندلعت الاشتباكات في اليوم لا الثاني؟ لا 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 لم يجتمعوا إلى الآن يا دكتورة، كلامي ده غير صحيح. أنا بتكلم يوم 15 أبريل 2023. نعم، ما قبل اندلاع الاشتباكات. ما قبل اندلاع الاشتباكات، ما قبل اندلاع الاشتباكات كان أصلا في برنامج أو في نعم. كلام مقرر نعم. أنه يجتمع يوم السبت نفسه. طيب، هناك مصادر وهناك معلومات تتحدث عن أنهم فعلا اجتمعوا ولم يتفقوا، وحميدتي لم يوافق وأصر على موقفه بأنه يريد العشر سنوات بغية الدخول في أو الانضمام أو الاندماج في قوات الجيش، ولا يريد الانضمام بفترة 18 شهرا، وبالتالي هذا هو الكلام الموضوع. يا أستاذة نفرض جدلا أنه اجتمعوا الساعة 10 كما هو متفق عليه. أصلا الاشتباكات بدأت وظهر سوء النية وظهر الغدر. فمن أنا لا أدافع عن حميدتي، ولكن أقول إذا بعد ما ظهر كل هذا الكلام وظهر كل هذا الغدر وسوء النية، يعني من حق حميدتي أن يتعنت ويذهب إلى أبعد من ذلك. يعني احنا لازم يعني نكون في عداله عندما نتحدث عن الاخرين. طيب، لكن نحن نتحدث عن جيش وطني، هنا حين نتحدث عن جيش الوطني ربما تختلف كل الطروحات. ابقى معنا لو سمحت سيد او دكتور صلاح. نعود الى السيد الطاهر الساتي. سيد الطاهر، كيف تعقب على كل هذا الكلام؟ ايضا صلاح اما يجهل الواقع الان، اما دكتور صلاح اما يجهل الواقع وما يحدث الان ويجهل كيف تطور هذا الامر الى ان وصل الى حد الحرب، اما يكذب مثل الكثيرين. الواقع انه الميليشيا الدعم السريع تمردت منذ ان ارسلت قواتها الى مروي قبل 3 أو 4 أيام من بدء المفاوضات بين البرهان وحميدتي. تحرك فصائل عسكريه تابعة للقوات المسلحه بدون امر القائد العام والقائد الاعلى للقوات المسلحه، هذا تمرد بغض النظر عن من اطلق الرصاصه الاولى. تم التفاوض مع حميدتي طوال الاسبوع لكي يخرج قواته من مروي، وتحديدا من محيط مطار مروي. رفض تماما كل الرجاءات وكل الوسطاء حتى بما فيهم قوى الحريه والتغيير تدخلوا لاغنائه بسحب قواته من محيط مطار مروي. هذا تمرد في العرف العسكري، لو صلاح يعرف العرف العسكري. الشيء الثاني، من بدأ الحرب صباح 15 أبريل معروف للشعب السوداني، الرصاصة الأولى أطلقتها الميليشيات في بيت الضيافة، ثم في معهد الاستخبارات العسكرية، ثم في المدينة الرياضية في 3 مواقع، وكذلك في مروي في المطار. في 4 مواقع في لحظة واحدة الميليشيا اقتحمت، بدليل أن أول شهداء القوات المسلحة هم الحرس الشخصي للبرهان وعددهم يتجاوز 30. 35. تفاجأوا بالميليشيا. 35. تفاجأوا بالميليشيا في بيت البرهان واستشهدوا. لو كان الجيش هو من بدأ المعركة لاستعد تماما ولكان في موقف الهجوم وليس في موقف الدفاع. صلاح لا يعرف قواعد، إما لا يعرف النظم العسكرية إما يكذب. الحالة الثانية، القوى الحرية والتغيير هي التي اتخذت حميدتي كحاضنة عسكرية، استغوت بحميدتي، استغوت به حتى وأصبحت تعرضه
لكي يكون الميليشيا، وهناك تصريحات لياسر عرمان وغيره ان هذه الميليشيا تكون البديل للقوات المسلحه. الان القوات المسلحه على راسها البرهان القائد العام، البرهان وكباشي وياسر عطا غيرهم كانوا في يوم من الايام قبل اشهر كانوا جزء من تحالف مع والحريه والتغيير. نعم سيد كانوا يمثلونهم وكانوا ابطال يتغنون به وينشدون به. بمجرد ما حميتي انحاز لهم اصبح هؤلاء خونه واسلاميين وغيره من الشماعات والاتهامات طيب. الفارغه المراد بها تغطيه فشلهم وعجزهم عن اداره المرحله الانتقاليه. طيب لم يردوا على سؤالك الاساسي، هل قيادات والحريه التي حرضت وظلت تحرض حميتي هربت عبر طائرات اجنبيه بجوادات اجنبيه ام لا؟ الذي اتهمنا بالمنسوب للنظام السابق وهي شماعة تعودنا عليه وحيلة حيلة العاجز لا نرد طيب عليها، ولكن لم يرد على سؤالي. شكرا سيد الطاهر، لكن انتهى وقتنا بالكامل. شكرا جزيلا لحضرتك السيد الطاهر الساتي رئيس تحرير صحيفة اليوم التالي، كنت معنا من الخرطوم. نشكر السيد عباس حسن أحمد عضو هيئة القيادة بالجبهة الوطنية العريضة، كنت معنا من لندن. أيضا الشكر موصول للدكتور صلاح الدومة مدير معهد الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية في جامعة أم درمان الإسلامية، كنت معنا من الخرطوم. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور صلاح. أيضا الشكر موصول للواء الدكتور أمين إسماعيل مجذوب الخبير في إدارة الأزمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية من الخرطوم. الشكر الكبير لكم مشاهدينا، إلى اللقاء.